السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ظاهر عندكم إيش؟ التابل نفسه أوكي، بس أتأكد إنه الشير سكرين شغال صح. طيب، فإذا عم نتحدث إحنا قبل ما نوقف عن الستدي استيميت وما يلزمه من معلومات، فقلنا بدي معلومات عن السايت تحديدا اللوكيشن، بدي معلومات عن البروسيس فلو شيت، قلنا رف سكتش، بدي معلومات عن الايكوبمنت ليست، المعدات الرئيس المعدات، اي معدات، المعدات اللي ظهرت بالرف سكتش، بدي بريليمينري سايز والماتيريال اوف كونستراكشن. طيب شو في بعدين بيلزمني معلومات؟ بيلزمني معلومه هون اللي هي عن البيلدينجز اند ستراكشرز، تحديدا ابروكسيميت سايزز اند تايب اوف كونستراكشن. لان هاي ابروكسيميت سايزز للبيلدينجز حسب الان شو البيلدينجز اللي بنتحدث عنها. اوكي. الآن هون لا يتحدث عن مثلا المبنى الإداري. ما يتحدث عن المبنى الإداري، وإنما يتحدث عن المباني اللي لها علاقة بالبروسيس. يجي واحد يقول طب أنا ما عنديش مباني، المعدات تأتي كلها في المكشوف، نقول له خلاص إذا كله في المكشوف كله في المكشوف. بصير ما فيش عندي مباني. الواحد بيقول لا يا عم أنا عندي على الأقل في عندي مستودعات. أها. يعني ايش مستودعات؟ عندي مثلا هانجر بدي احط فيه البرودكتس، عندي هانجر ثاني بحط فيه الرو ماتيريالز على سبيل المثال. لا هون نتحدث عن مباني، بقول لك طب اعطيني انت ابروكسيميت سايز لمثل هيك مباني. لاحظوا المباني اللي لها علاقه في الانتاج، وليس مثلا بدي مبنى للمطعم، بدي مبنى لاستراحة الموظفين، بدي مبنى ل مثلا شو بسموها للعيادة تاعت إذا صاح واحد صار أصاب إصابة أو مرض أو تعب، أو بدي مبنى إداري. لا ما بنتحدث عن مباني هاي، وإنما بنتحدث عن المباني اللي لها علاقة في الإنتاج. هلا كثير من الصناعات الكيميائية بالذات المصانع الكبيرة الحجم ما بدهاش مباني باستثناء الكنترول روم، والكنترول روم يعني مش هالشيء البيج ديل بالنسبه للتكاليف. بس مثلا متى بتبدا المباني تدخل على الخط؟ لاحظوا لما نيجي نتحدث على سبيل المثال عن الديتيل استيميت، لاحظوا عندي هون نقطه في المباني. اوكي. وعندي هون كمان نقطه، وعندي كمان نقطه، فشو المطلوب في الديتيل استيميت مثلا؟ يقول لك بدي الاركتكتشرال اند كونستراكشن ديتا. اوف اوف اوف، صار بده الرسومات التفصيليه تاعت الكونستراكشن والاركتكتشر اللي هو المعماري تاعه. بدي جنرال ارينجمنت اند اليفيشنز، بدي ديتيل دروينجز، يعني معنى اخر بدي البلو برينتس تاعت المباني. فاذا لا احنا المطلوب منا في الستدي عفوا في الستدي استيميت في بالنسبه للمباني بس الابروكسيميت سايز قبلها في مباني ولا لا لها علاقه في الانتاج، قديش السايز تاعها، واذا في اي شيء سبيشال في الكونستراكشن بذكره، ما في اي شيء سبيشال تتركها عارف. المعلومه اللي بعديها لها علاقه باليوتيليتيز. شو المطلوب؟ المطلوب رف كوانتيتيز لليوتيليتيز، يعني قديش بدي ستيم، قديش بدي مي، قديش بدي كهرباء الى اخره. اوكي، رف كوانتيتيز لليوتيليتيز. طب الرف كوانتيتيز مثلا للستيم، ستيم بستخدمه في التسخين على سبيل المثال، من وين بدي اجيبه؟ تذكر انه في عندنا احنا فلو شيت، عندي رف سكتش للفلو شيت. طب الرف سكتش مثلا نفترض انه الستيم بيلزمني في هيت اكسشينجر، الهيت اكسشينجر ظهرت عندي في الايكوبمنت ليست، ولما انا عملت بريليمينري سايز للهيت اكسشينجر اللي بدها تستخدم ستيم قلنا كيو
تساوي U في A في المين temperature difference. فأنا عندي معلومات على حرارة الستيم اللي فاتي واللي طالعة. وبالتالي بما أنه عندي معلومات عن الستيم قديش حرارته فاي طالع، إذا بإمكاني أقدر أو أحسب كم كمية الستيم اللي حتلزمني، كم كمية الماء اللي حتلزمني مثلا في التبريد، كم كمية الكهرباء اللي حتلزمني مثلا to operate المضخة أو الكمبريسور إلى آخره. فهي مطلوبة في الستدي استيميت تحت عنوان utility requirements. طيب وكمان مطلوب عندي هون كمان نقطة تحت عنوان study estimate اللي هي إلها علاقة في البايبنج، تحديدا بدي preliminary flow sheet and specifications of what of the pipes. The preliminary flow sheet للبايبس، اتذكر أنا عندي rough sketch للبروسيس. هلا الرف سكتش تاع البروسيس يظهر عليه الميجر لاينز تاعت خطوط الانتاج تاعتي. الميجر لاين هذا خط الانتاج الرئيسي، بما انه انا مرسوم عندي وانا عامل يفترض لما انا عملت لما عملت equipment size معناها عارف الكميات، عارف الكميه. وهي بدون كميات ما بستطيع اقدر السايز للمعدات. احنا قبل شوي صغير ذكرنا في الايكوبمنت انه انا طلعت السايز، طلعت السايز يعني عامل ماتيريال انرجي بالانس حول المعدات تاعتي، يعني عامل السايزنج عامل ماتيريال انرجي بالانس. اذا بما اني انا عامل ماتيريال انرجي بالانس يعني عارف الكميات اللي ماشي في الخطوط. طيب اذا انا عارف الكميات اللي ماشي في الخطوط وعارف التمبرتشرز تاعتهم وعارف البريشرز تاعتهم، اذا بامكاني اطلع مقاس او مقاسات البايب لاين الرئيسي اللي بربط كل يونت باليونت اللي بعديها. فاذا البريليمينري فلو شيت للبروسيس موجود، والسبيسيفيكيشنز للبايبس الرئيسيه موجود. فاذا هذا الايتم يعني هذا ما يلزم. الايتم اللي وراه لاحظوا انسوليشن ما فيش، مش مطلوب شيء في الانسوليشن ولا في الانسترومنتيشن. نلاحظ هون ما عندناش شيء مطلوب زي ما انا وضحنا الانسوليشن ما فيش شيء مطلوب ولا في الانسترومنتيشن. النقطه اللي وراها المطلوبه هذه النقطه واللي لها علاقه في هاي المعلومه اللي هي مرتبطه بالكهرباء. فشو المعلومات اللي مطلوبه؟ مطلوب منا preliminary motor list مع approximate size للموتورات. بيجي واحد بيقول طب احنا مش معد كهرباء، عمي هو ما طلب منك كهرباء، طلب منك الموتورات اللي حتلزمك. مثلا عندي مضخة بالبروسس فلو دايجرام، انا عندي مضخة، مضخة يعني في موتور بده يشغلها. عندك كومبريسور، كومبريسور يعني في موتور بده يشغل الكومبريسور. فبالتالي بتجمع هذول الموتورز وبتعمل لستة فيهم. بما انه انا عارف الموتور اللي بيشغل المضخه، عندي الباور تاعته. انا جزء من الديزاين للمضخه بالاخير قديش بدك باور. الباور اللي بتنعطى للمضخه ماتور بيعطيها اياها على الاغلب الكتريكال موتورز. وبالتالي انا من الفلو شيت اللي عندي الاصل انه المضخات تظهر عليها، وبالتالي عندي مضخات وعندي الباور ذات از ريكوايرد تو اوبريت ذيس pumps or compressors and so forth. فبتعمل قائمة بالموتورات المطلوبة preliminary motor list، والمقاس تاعه مقاس الموتور يقدر بكم كيلو وات الباور تاعه. هاي المقاس تاع الموتور. طيب شو كمان مطلوب منا؟ مطلوب منا كمان معلومة هون اللي هو لها علاقة ب man hours لل engineering and drafting. الانجينيرينج اند درافتنج قديش كم ساعة عمل لازم الكلام اللي فوق، الكلام اللي فوق هذا كله اللي فوق فوق قديش لزمه مان باور. اوكي مان اورز يعني البايبنج حساباته الرسومات الفلو شيت
حسابات الإكوبمنت سايز، حسابات الموتور ليست وإعداد القوائم، هذا كلياته على بعضه، كم ساعة عمل بده تقديراته، وبالتالي الانجينيرنج اند درافتنج عدد ساعات العمل. طبعا فيما بعد، بعد ما تقدر ساعات العمل بصير قديش تكلفة المان اور الواحدة. مثلا في الأردن المان اور للمهندسين اللي مثل اللي بيشتغلوا مثل هيك شغل مش مرتفع، بينما في أمريكا مرتفع. فعشان هيك الموضوع الموقع مهم. يجي واحد بيقول طب احنا كثير مرات نعمل مصنع في الأردن بس الدراسة بيعملون إياها ناس إنجليز على سبيل المثال، فهل ندفع لهم على المان اور تاعت الأردن ولا على المان اور تاعت بريطانيا؟ شو رأيكم؟ طبعا المان اور تاعت بريطانيا. طب متى بندفع على المان اور تاعت الأردن في الأردن؟ لما المهندسين الأردنيين في الأردن يشتغلوها. لاحظوا مش مهندس أردني عايش في بريطانيا، لا، مهندس أردني عايش في الأردن وعم بيشتغل الشغل في الأردن. هكذا هيك يجي يس نسوي نحط تكلفته في الأردن. هل لاحظوا هاي المعلومات اللي ناقشناها اللي تابعة للستدي استيميت، في حدا فيكم هيك يعني بربطها بشيء مطلوب منكم أو سويته أو تسووه؟ هذا بروجكت 1 يعني؟ هذا بروجكت البروجكت كله 1 و 2 مع بعض، لأنه في 1 ما بتعملوا equipment sizing. متى بتعملوا equipment sizing؟ الفصل الجاي. الفصل الأول بتعملوا flow process flow diagram، بتعملوا plant location اوكي وسلامتكم، بتعملوا material energy balance. والفصل الجاي بتكملوا على المشروع، طلعوا الايكوبمنت سايز اوكي، وبتطلعوا تكلفه المشروع. اها، يعني تكلفه المشروع اللي هي تعتبر زبده مشروع التخرج في الاخير هي الاستدي استيميت اللي احنا عم نتحدث عنه في هذه في اخر يعني اخر جزء في موضوع تقدير الكوست استيميشن. حتى في انه البريليمينري كوست استيميت في بعض الشغلات بتعملوها، في بعض الشغلات بتعملوها زي ايش مثلا اللي بتعملوا على سبيل المثال البروسيس فلو شيت اوكي، بتفصلوا فيها اكثر من الرف سكتش. طبعا مش في البدايه، مع نهايه الفصل الثاني البروسيس فلو شيت اللي بتفرجونا اياها ليست فقط الرف سكتش وانما فيها شويه تفاصيل زياده، بس مش لا تصل لدرجه انها الانجينيرنج أو الانجينير فلوشي مش بي عند اي دي. في أشياء كما هاي قولها هون نفسها معمولة بالبيلدينجز، يعني على الأغلب ما بتعملوش انتو سايزنج للبيلدينجز. اليوتيليتي لاحظوا مطلوب أشياء هون عندنا اللي هو البريليمينري هيت بالانس والبريليمينري فلوشيت في الموضوع اليوتيليتي. فلو شيت تاعت اليوتيليتي، لا فلو شيت لليوتيليتيز ما بتعمله بس هيت بالانس بتعمله. فاذا اذا بنكمل لتحت كمان بنلاحظ انه البريليمينري استيميت لسه في كمان شغلات بتعملوها. هاي لاحظوا عملت هون وهون، فيها شيء جديد. هاي نفس الشيء عملت هون وهون بس في زياده جولي زياده بالكهرباء، بدك تفصل شوي زياده سب ستيشنز نمبر اند سايزز اند سبيسيفيكيشنز. بعض بده مهندس كهرباء، هذا مش شغلكم. بصير اللايتنج سبيسيفيكيشنز الانارات وما الادوات مطلوبه متى بالبريليمينري استيميت، وانتم هاي ما بتعملوها. فاذا شغلكم في مشروع التخرج هو خليط ما بين البريليمينري استيميت والستدي استيميت، بس هو اقرب للستدي استيميت منه الى البريليمينري استيميت. فانتوا الدقه في شغلكم اذا بتشتغلوا صح ما بين 20 الى 30% الدقه في تكلفه المشروع. طيب فهمنا انواع الكوست استيميتس، خلينا نعطيكم شويه معلومات اضافيه.
هذا النوع من الكوست استيميشن مين بيعمله؟ بيعملوا الناس متخصصين بالكوست استيميشن. يعني كيف متخصصين؟ زيكم، بس انتم مش متخصصين، انتم بعدكم عم تتعلموا. بس مش بيجي واحد مثلا زي الدكتور عزام متخصص جدا، يعني عنده خبره طويله عريضه يعني هاي المواضيع وغيرها، بيجي مهندس كيماوي صار له شغال مثلا 5 سنين 6 سنين 10 سنين بس شغال في الديزاين تقدير التكاليف وما شابه ذلك، هذا بيقدر يسوي هذا الحكي بكل اريحيه. هذا اللي بيشتغل الشغل هذا اما كفرد او كمؤسسه، وعاده بيكون مؤسسه، بيكون شركه او مؤسسه صغيره يا شيء 15 مهندسين سبيشالايزد. اوكي، قديش بطلبوا مقابل مثل هيك دراسات؟ سنه 90، هذا الجدول مش موجود في كتابكم، موجود في الطبعه اللي قبلها، موجود في الطبعه الرابعه بتاعت الكتاب بتاعكم، يعني الطبعه الخامسه اللي هي مقرره عليكم، هذا الجدول مش موجود ولا المكافئ له برضه مش موجود. طيب typical average costs for making the estimates. طيب لاحظوا الـ order of magnitude cost estimate اللي لسه انتو حكيت لكم بشكل عام شو بلزمها، بس ما فرجيت كيف بتنعمل، بس قلنا بلزم معلومات سابقة عن تكلفة مصانع شبيهة بالمصنع اللي بدنا. هلا إذا كان المصنع تكلفته العامة أقل من 2 مليون دولار، هذا النوع من الكوست استيميتس بكلف 3000 دولار. الستادي استيميت اللي هو شبيه بمشروع التخرج تاعكم بكلف 20000 دولار. لاحظوا ال 20000 بالنسبة لل 200000 شو نسبتها؟ لل 200 1% لل 2 مليون 1%. الآن إذا كان تكلفة المشروع من 10 مليون إلى 100 مليون، استدي استيميت قديش حاطينها؟ 60000 دولار. لاحظوا 60000 مش 1% من ال 10 إلى ال 100 مليون، بصير ياخذ نسبة أقل. بصير ياخذ نسبة أقل، زي اللي بيستأجر سيارة فتحة العداد مثلا دينار، فإذا مشي مسافة قصيرة هي دفع دينار وربع مثلا أو دينار ونص، وإذا مشي مسافة طويلة فتحة العداد بتضيع، بصير التكاليف السير هي أهم من فتحة العداد. فإذا خلينا نقول مشروع بكلف مثلا 10 مليون أو 20 مليون، بصير الستادي استيميت بتكلف 60000 دولار. يعني أنتوا شغل المشروع التخرج تاعكم إذا اشتغلتوا بروفيشنالي وليس كطلبة، أوكي، اشتغلتوا بروفيشنالي، كيف يعني بروفيشنال؟ يعني كمهندسين شغالين، يعني فيش شيء اسمه غلطت، فيش شيء اسمه والله ال وول ثيكنس للخزان مثلا 0.1 مليمتر اللي هي عم تخكم عليها اعدام، يعني الاعدام عندنا في الجامعه عباره عن ايش؟ بنخصم لك علامات عليها. بس بالشغل برا اذا الواحد بيعمل مثل غلطه بتحشوه من شغله، هذا معناه مش فاهم شيء بشغله. فإذا الستدي استيميت من 20000 إلى 60000 بتكلف. يا دكتور هذا الأرقام ما بنشوفها إحنا، بنقول آه لحظة، أول شيء هو سنة 90 وإحنا 2021، فعندي مشكلة فرق الزمن، هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هاي التكاليف لمين؟ هذولا في أمريكا مش في الأردن. طيب إذا واحد بده يعمل مثل هيك دراسات لشركات أو مؤسسات في الأردن، يعني صاحب المصلحة واحد في الأردن بده يعرف، بده يبني مصنع هيدروجين بيروكسيد بكباسيتي معين، وإجا لمهندس محمد عبد الله خريج جامعة علوم التكنولوجيا وعنده خبرة 15 سنين شغال مع مؤسسة اكس واي زد، مؤسسة ابجد هوز للاستشارات الهندسية، فاجى عندهم قال لهم بدي مصنع هيدروجين بيروكسيد مثلا مقاسه يكفي حاجة الاردن
10% من استهلاك الأردن من مادة الهيدروجين بيروكسيد. مثل هيك مصنع شو بديش تكلفته علي؟ فأنت بتقول له طيب ماشي أعطينا مهلة عشان نعمل لك الدراسة. فبتطلب لك مهلة 10 أيام 20 يوم شهر شهرين حسب سياسة أبجد هوس للاستشارات الهندسية، وبتقدم له تقرير. يعني هذه الدراسة بهذا التقرير شو بدك تدفع الرجال عليها؟ لا تطلع أنت على تكلفة المصنع الكلية وبتأخذ منها هذه النسبة 1%. هاي 1% مضبوط، هون 40 على مثلا 6 مليون الأفريج، هون قولنا 4 مليون برضو ما زالت 1%، بس هون مش 1%، هون يمكن 0.5%. وبتطلب زي هيك شيء، يعني مبلغ. طيب لاحظوا لما حطيتها انا 1% حيدت موضوع اليو اس اي، صار هذا محيد، بس مش 100% محيد. ليش مش 100% محيد؟ لو خليته ابسولوت نمبر، لا هاي تكاليف امريكا، بس لما عملته 1% بدل 20,000، 1% من التكلفة أنت في أمريكا أو في الأردن، خلاص بدي 1%. أنت ما بتقول لي بدي 1%، أنت بتعطيه، لا ممكن حتى أقول له بدي 1% من تكلفة المصنع اللي أنا حاطيك إياها. بس ابتداءً يعني على الأغلب ما تحكيش 1%، وإنما تعطيه رقم، تقول له هذا بده يكلفك مثلاً 15,000 دينار هاي الدراسة. يعني انتو شغلكم اذا بتشتغلوا مظبوط ويكون في عنا بلد صناعي وفي انتاج وفي قاعده صناعيه فيه، في شغل. واسيومنج انه ما في طبعا عنا كورونا والبلد مسكري وهو الى اخره، الاوضاع الطبيعيه الاقتصاديه الطبيعيه اللي ما فيها ظلم، كل واحد بياخذ حقه، في عداله في النظام العام، مثل هيك اسعار ومثل هيك تكاليف از تيبيكال. بيجي واحد بيسال سؤال هيك على الهامش، دكتور قديش الفرق بين احنا كمهندس شغال في الاردن ومهندس بنفس الخبره تاعتي وفي نفس مجال العمل تاعي في امريكا؟ بقول له خذ راتبك واضربه باربع او خمس اضعاف. انه راتب مش راتبك اللي بتبلش فيه، لا راتب المهندس اللي صار له 5 أو 10 سنين بيشتغل في شركه صناعيه، مش بيشتغل في ورشة لإنتاج البسكوت، لا المصنع زي مصفات بترول مثلا، أو شركة البرومين، مصنع البرومين، إنتاج البرومين، أو مصنع الإسمنت، مصانع زي هيك. فبتشوف المهندس الكيماوي اللي صار له بيشتغل هناك 5 سنين أو 10 سنين زي راتبه تقريبا كم، اضرب هذا الراتب ضرب 5، هذا الإيكوفلنت تاعه في أمريكا. فإذا بأخذ له مثلا 600 دينار يعني 1,000 دولار، اللي زيه في أمريكا بأخذ حوالي 4 إلى 5,000 دولار. فمثل هيك تكلفة 20,000، هاي 20,000 بأمريكا. مثل هيك دراسة في الأردن يعني اقسمها على 4 بصير قديش؟ 5,000 دولار أو 4,000 إلى 5,000 دولار، مثل هيك دراسة. هلا طب شو زي ايش معلومات بلزمني عشان اطلع وات وي كول الاوردر اوف ماجنتيود؟ هلا الستدي استيمت حكيت عنها اللي هي مشاريع التخرج. هلا الاوردر اوف ماجنتيود اللي هو بدي تكلفه مصنع سابق، وعشان نعرف تكلفه المصنع السابق كيف نحسبها بلزمنا شويه معلومات اضافيه نبداها في موضوع بوست اندسيز. وهون انا بدي اتوقف في المحاضرة، والمحاضرة الجاية نبدأ فيها في موضوع الكوست اندسيس. أي سؤال قبل ما ننهي؟ طيب، يعطيكم العافية، السلام عليكم.